وقد رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية. وقال سموه: نعتز بالدور الكبير الذي تطلع به المرأة البحرينية وبمشاركتها الفاعلة في تنمية وبناء المجتمع البحريني، فالمرأة البحرينية حظيت بدعم كامل من سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عبر تمكينها لممارسة دورها في مختلف قطاعات الدولة كعنصر رئيسي لنهضة وازدهار هذا الوطن. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن شعار هذا العام ليوم المرأة البحرينية والذي خصص للاحتفاء بعملها في المجال الدبلوماسي يعكس ما قدمته المرأة البحرينية من جهود مميزة استطاعت من خلالها أن تؤكد على قدرتها وكفاءتها في هذا المجال وتسهم في تحقيق مزيد من المنجزات الحضارية التي تضاف لسلسلة إنجازات المرأة البحرينية في مختلف مجالات الحياة، متمنيا سموه للمرأة البحرينية دوام التوفيق والنجاح.